روح على خان الخليل اشتريت خليلي اشتريت هاد وهدول. ايه ده ايه ده، انت تسيغتي من عندنا. فضيت لكم السوق. ده اشتريت كل خليلي كله، وريني بقى. انا فضيت لكم السوق. جبتي هلا في ازمه يعني بالبضاعه. جيتي تتبضعي من خليل. كثير بحب القصص اليدويه، ويعني القصص هيك اللي لها هويه. من خليل بكام بقى؟ بكام؟ ما بعرف. يعني خلصتي فلوسك هنا؟ لا لا ولا لا لا. الحمد لله. هلا انا كنت دغري عم بدخل عليهم هيك انه انا ماني سايحه، كان في وحده بين مصر وسوريا وبدكم تعطوني سعر منيح. لا وهي شكلها مش سايحه خالص الحقيقه، انتوا عارفين يعني. يدوك سعر منيح. ايه لا لا، يعني هو ما انه هو اصلا يعني كل شيء حقه فيه، يعني ما انه بس في فصال في خان الخليلي. انا المفاصل هي هوايه بحد ذاتها، يعني بغض النظر انه قد ايه حتدفع، يعني صح. انا بحلب بسوق المدينه كنا نروح عن جد نستمتع، يعني وهن البياعين يعرفوا هالشيء، يعني انه هذا بحد ذاته فن. يعني فصلتي نزلتي كم في المية من ثمنه؟ هذا من الاشياء اللي بظن انه الاوروبيين والغربيين بحياتهم ما راح يوصلوا له، انه نحن هيك يعني بنفوت عليهم 50 وبكون شيء حقه 2000، يعني نحن عرفتي انه هذا شيء كثير. فدخلتي عليهم بقى المصريين وقلت لهم لا انا مش انا مش سائحه ولا خواجايه ولا حاجه. هن يخافوا هيك طلع في انه ما حكينا شيء لسه ما فتحنا تمنا، انا هيك فوت عليهم ليكو ها. انا منكم وفيكم.